تصيد بالشباك الثابتة هاي، يعني على بلاصتهم الشباك. ننصبوا الشباك مثال الصباح، نرجعوا لهم غدوة الصباح نطلعهم. بالنسبة لرميان الشباك من البلاصة هذية، احنا نرميه نقولوا من الكرين، يعني الكرين كي ظل ملي يعني جاي من البغاس نرميه، واحنا ندوره كشباك وناخطه من الماء يعني من الكرين باش الشباك ما تتلمناش. هذه النصبين تاع الشباك. وفي الهزان كيف كيف زادة كي نجبدوهم ديما يعني من الكرين، يعني الفلوكة الشباك نرميهم من الكرين ونزوهم من الكرين، يعني الشباك يطلع فيه سهلين زادة. هذوما الشباك اللي نخدموا بهم تويكا عين 35 ملم، يعني يقولون بالمبطن البطان هم على جنبتين مخدومين البطان كيفاش، ويقولون ما احنا شباك عالي يعني بالصور، يعني نخدموا التكه الصور. هذوما شباك هذايا خفاف، هذايا يقولوا له صور، بعدش نحطوا تكه وشباك بالمبطن، يعني زوز وجو بطان بطان من لكه وبطان من لكه، والصفيق هذايا يقولوا له صفيق الشبكه في الوسط. هذوما شباك يقولون عين 35 ملم، هذوما نخدموا بهم بالنصب، نطلع بهم من السيبيا ونطلع بهم من ديس. وفهم أنا وآخر نخدموا بهم شباك الكروفات، يعني عين 22 ملم، نخدموا بهم في ميسرة من ماي وجوان وجويليا وأوت، يعني أربع شهور. هذوك من شباك يقولون ما احنا لأربعين ألف، شباك لأربعين ألف طلعوا الكروفات. وفما بعدك شي ميسرة أخرى تويكا، فما وخيان أخرين بحارة يخدموا، يعني ميسرة التريليا بشباكة يعني حريرة نقولوا له ما احنا عين 22 و20، نشريه واحنا شباك حاضرين في شكايرهم واحنا نخدموهم قديو هذايا كل احنا نقديو هذايا كل كاك، نحطوا لهم الرصاص نحطوا لهم يعني الحبال بالبوكشة هذية، قولوا له المرمى كاملة نقولوا فيها 15 شبكة، والشبكة برك تتكلف علينا حكاية 200 دينار، والشبكة هذية باش يحضرها شبكة عالية تحب له 3 أيام يخدم فيها. الفلوك هذي يستحق زوج ثلاثة باش تخدم يعني مراولها. أنا هذاك كيما نقولوا يرمي، فهمت؟ وهذا يشد الشباك، يدور الشباك باش الشباك يخرج صافين، وأنا نشد الفلوك المانيفر. الحديد هذاك نرميوه يعني جست هبطها في الماء وطلعها، الشان شويه يحس باش الحوت يتحرك باش ما يوقعش بلاصتو، باش يتحرك يعني ويمشي للشباك ويوحل هكاك. من الحوت اللي اصطادوا عن الورقه هذه الملابنة، نقولوا احنا الملابنة هي فيها سبع انواع، هذه فيها البوري فيها الكميري فيها الملابنة فيها بيت اسامي. الحوت هذه يسميوها بربر، حطوا له رصاصه
ولا واحد في البحر وسيسام مصر تاع تمشي بالمقادف تمشي و ساعة طول على وين ترى زينة تجبد وتجبد على موسم عندك في الربيع وعندك الوقت في الخريف. مشكلة مربعية القوقعيات هذوما المشكلة بدات في التوسعة، ما يحترموش المساحة، عنده مثال 10 هكتارات يستغل الفام، هو يستغل في 30 و 40 هكتار، وزيد هكاك كي طلعوا يعني السلعة تاعهم الديمون والواحد، هاك الشباك اللي عندهم يقصوه يلوحوه في البحر، هاك الوسخ هذاك وكليك كيولي ريح يطلع لنا في الشباك، ويتخبل لنا في الشباك ونقعدوا احنا بالنهار كامل نسلكوا فيه ولا أكثر، ما عادش كاين وين نقدموا، وزيد عندنا الأناس برشا برشا قنوات كل تاع الناس يهبطوا في وسط البحيره، هايك النتيجه تاعها السيبيا جيده الزريعه كليكا ماتت، انا اللي شفتهم بعيني مئات الكعبات هكايا منتشره على كامل البحيره. عندنا مشكله زاده الصيد الترفيهي يا ضوما، يصيدك البربره هذيك حوته بلاستيكيه يربطها بالصناره ويلوحها في البحر ويطلع باي هذه السيبيا. هذه الحوته هذه البلاستيك اللي احنا نقولوا لها البربره كي توحل في الشباك يلوح هو المخطاف تاعه يطلع الشباك. كي يطلع شي سلك هذيك البربارة الحوت البلاستيك تاعو يشد الشباك كاي مثال انا واحلة هذيك البربارة ويقص الشباك الكل ليك هذوما تظل اربع برابر ولا ثلاثة برابر عنده ويقصهم كل اربع ولا خمسة ضربات هما البربارة تسوى 2000 فرنك يعني على قولوا على 10000 هو يفز لنا شبكة ب 200 دينار. خدمة البحر يعني اللي يتقنى بالقداء واحد ويحب المهنة ذيك والواحد يولي يحبها ومهنة يعني تولي محبوبة لي هو واحد يتقنى بالقداء يعني فاز هذا حتى من المصوار فاز المصوار يعني خدمة باهية أما يزم شنو اللي يتقنى بالقداء يعني.